وحزام عبد العالي جامعة سيدي يوسف بن أحمد إقليم صفر. يعني هاد الناس كيف وقع لي مع المشكل، جيت نصلي المغرب قالت لي المرأة الصباح هما يسبوني، قلت لها علاش؟ قالت لك هما ما عندهم الضوء والمدير ديال الضوء، أنا متلوني بالمدير ديال الضوء، عندي الضوء أنا طالق لالين ديالي جديدة بوحدي، هما طالقين لالين أوكازيو، وهذا الشيء كله داير فيهم خير. العام الثالث دوزين هنا على الجردة وتقبيل للحيط، الحيط ما كنتش ساكن، لو كنت ساكن ما غنخليهمش. جيت جبرت هذه الفوضى، عملتها الإدارة ديال الضوء ديال البهاليل، والله ياخذ الحق، خصم على الأقل نعطيهم التنازل، ما عطيتهمش. هو الجار من تحتي جاب يدخلوا له الكونتور، وقفوا رجعوا بحالهم، قالوا حتى عطيكم التنازل، مشيت عطيته التنازل. فإذا به جيت أنا للدار جبرتها مخربة، تقبيل للحيط، تقبيل للبواطام، دوزي الكابلي بالي، ما عندنا غرض. كان سبوا فينا، خرجت أنا صليت، خرج الباب الدار كنسقي ذاك الشجيرات راهم فين، كنسقيهم. جات تريسيا نهموا عليه هما، جا سيدي بدا كيقلب الضو، قال لك الضو عندهم ضعيف، هو جاي حط السلم على الحيط ديالي، قلت له ما تحطوش اخويا حتى يجيو صحاب الضو، اداره الضو تحضر هنا. انا هذه 3 سنين وانا نعاني، كيقول لك انا كنقطع الضو، واش انا مول الضو باش نقطع الضو؟ خصني الا يجيو باش الا كنت انا كنقطع الضو خصني نمشي للحبس، نتربى راه القانون كاين الحمد لله. وانا طبت هذه 3 سنين اللهم لا دموكار، بديت كنتناقش مع مول الضو، قلت له هز السلم ديالك وسير بحالك حتى يجيو صحاب الضو، فاذا بك تيس عليا كتجيبني في الارض، تكرفصات عليا، ضرباتني بحجره، طيحاتني على الارض ديالي، جا راجل دقس لي هذا الصباع في التروطوار. دابا راه عندي العجز ديال 23 يوم، قال لي الطبيب ما قدرش نعطيك، واش نقطعوه دابا ولا نديرو الحديد دابا؟ غنديرو له نجمعوه نداوي ونجمعوه، الا جاب الله شي شهر وجاب الله الشفاء، داكشي اللي بغينا ما جابش يلاه راه غادي تبطر. ودزنا على المحكمه، عطاونا 27 في الشهر 10 الجلسه. دابا الله يجازيكم بخير، كنناشد السلطات وكنناشد جلاله الملك محمد السادس نصره الله والوكيل العام يتدخل لي في هذه القضيه. راه 3 سنين هذه وانا نعاني في هذه الجره، وانا عندي وليداتي صغار، انا كنعرف من اللي طفل كنجد يما خدام على راسي داخل السوق راسي، هذا الشيء اللي كنعرف انا، انا قاوري في دماغي، ما كنديها في حد، ما كنسوق لحد، وهذه حالفه حتى نتقم مني، هي جابت الصدفه كتقول للناس والله حتى ندخلوا للحبس، والله حتى ندخلوا للحبس. فاذا به ما عندنا غير دزنا على المحكمه. اليومين هذا كان فين ما هزيت عيني نشوف فيها على غفله تبزق عليا الراجل، الا لقاني في شي كرواز ما كيسبني ما كيخليليش. مشيت للباحث المحكمه بغيت ندير شي شكايه فيها، قال واحد السيد تلاقيته كنعرفو، قال لي شوف خليك تدوز الجلسه، وإلا ما دابا خصك تبرد وكالمي، راهم كيبغيو يستفزوك، دير راسك ما كاينش، وحتى دوز الجلسه وداك الشيء لا داروك شي حاجه ديك الساعه خويا، دير عاود شكايه وتفعل الوكيل الملك، والله يرحم والدين ويجزيكم بخير وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمه الله. انا حنان حجيره زوجة بوحزام عبد العالي القاطن بصنهاجه سيدي يوسف بن احمد. المهم كنطالبوا الله يخليكم باش تاخذوا لنا حقنا من هاد الجيران هادو، راهم قلوا علينا العفه 3 سنين هادي، هو هذا الراجل كيعاني معاهم وغير هدر على حقه، ناضوا ليه كاملين هجموا علينا تعداو عليه، ودابا راه جالس بلا خدمه وعنده الوليدات صغار. الله يخليكم، هذا راه منكر، الله يخليكم، كنشدوكم الا ما تساعدونا الوكيل العام وجلاله الملك نصره الله. الى عجبك الفيديو خلي لنا اعجاب وتعليق، دير ابوني وفعل الجرس باش يوصلك كاع الجديد ديالنا، وما تنساش تتابعنا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي.